هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. بعرف اني ايدي ماما نزل الفيديو اولي كذا يوم، اكيد باين من الصوت اني كثير كثير تعبانه، مو بس السبب لانه بكره اول يوم حتبلش اختباراتي وانا ممكن اوقف القناه لمده كم اسبوع او كذا اسبوع. حبيت اسوي لكم مجرد هذا الفيديو يكون كثير قصير، بس مش عم اشرح لكم ليه. انا ما عندي كثير، وانا من شوي خلصت دراسه، ماني ربع ساعه من اول ما فتت لهلا وكثير تعبانه. لأنه هذا الأسبوع كله والأسبوع الجاي علينا اختبارات، وبكرة أول يوم، ويا رب إن شاء الله أنجح عشان فورا أقدر أسوي لكم فيديو بالإجازة النصفية، ويا رب كل واحد ينجح، هو نيته إنه ينجح. إن شاء الله الله يوفقه، والله يوفقني ويوفق جميع، ويوفقكم الكل. أوكي جايز، عن جد أنا كثير كثير تعبانة، يمكن باين على شكلي حتى كيف. I'm sorry، بس إنه حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وأنا بوعدكم إنه بس هالأسبوع بس حأرجع، يعني أنا ما سكرت القناة ولا وقفت لمدة كتير كتير طويلة، بس لأنه إن شاء الله بس الخميس الجاي، الخميس بعد بكرة، لا بكرة ثلاثة، يعني بعد يومين حأقدر أصور. ما بتوقع هون أقدر أصور لأنه بدي أدرس للأحد، يعني أنا حتى الخميس والجمعة ما رح أطلع برات البيت، لأنه هالاختبارات كتير كتير مهمة، هي اللي حتحدد علامتي تبع الترم الأول كله، والترم الثاني لسه أهم، لأنه هو اللي حيحدد إذا بيدخل متوسط أو لا. أوكي جايز، أنا كتير خايفة وكتير متوترة وكتير معصبة وزعلانة. لا هو أنا واثقة إني حجيب علامة كويسة إن شاء الله بالمشاركة وبالسلوك وبكل شيء وبالاختبار، لأنه عليه 50 درجة. بس الشيء اللي خايفة منه إنه أوقات بنقصون على أشياء صغيرة، بس إن شاء الله بجيب علامة كاملة، لأني عن جد عم بتعب. يعني بدقت تقريبا إشي قليل 6 ساعات عم بدرس، وبقطع طبعا كل 10 دقايق، بس لأني عن جد كتير كتير تعبت، وكل واحد هيك بيتعب وبيعمل مجهود الله يوفقه. ويمكن باين على صوتي، واعذروني كتير إذا ما رح نزل لكم هاليوم فيديوهات، بس لأنه طبعا نجاحي أهم، لأنه إذا نجحت هقدر أسوي لكم فيديو إن شاء الله. أنا أكيد كل سنة بنجح، بس بدي علامة تكون كاملة 100. و يا ما بعرف، الأيام عم تمرق كتير بسرعة، يعني حتصير إلنا شهرين مفتوحة المدرسة، وكتير الأيام عم تمرق بسرعة. وقاعد أنتوا كمان تقولولي لأني يمكن ما أقدر كتير كتير أنزلكم فيديوهات. أنا عم بقولكم إنه هلا لا تسألوا ماريا وين، وماريا سكرت القناة، لا أنا ما سكرت القناة، استنوني كم يوم وإن شاء الله حقدر أنزلكم فيديوهات كتير حلوة، وكم أسبوع استنوني، ما رح أقولكم أوعدكم كم يوم وكم أسبوع، بس طبعا مو شهر أبدا، أقل أقل بكتير يمكن أسبوع أو أسبوعين بس. أوكي يا بليز جايز دعولي، والله يوفقكم انتو. وانا كتير كتير خايفة وبكرة متوترة، هو لانه اختبار كتير مهم، وانا كتير خايفة. بعرف اني كررت كلامي كتير، بس انا عن جد كتير خايفة. هلا انا يعني هلا تقريبا شي صار سادس من الدراج، عم استقبل ما انام، وكل يوم ضل قاعدة بس اللي عم راجع، لانه عن جد انا يعني حابة اني انجح، نيتي اني انجح وجيب علامة كاملة. ويا الله يوفقنا جميعا، بعرف اني كتير، لأنه عن جد كتير كتير خايفة وكتير تعبانة. هو جهازي كله عم بيوجعني، على قد حلقي كمان كتير وجعني، على قد ما قر 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 قر، وأنا قاعدة عم بحفظه بعيد، وبحفظه بعيد مع حالي، وراسي وجعني هون. يا لأنه هالسنة كتير 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 ضروري، هالسنة كانت عنا بسوريا شهادة، لأنه من الابتدائي عارفة كتير شكلي مظاهر، بس انه من الابتدائي للمتوسط، ومن المتوسط للثانوي، ومن الثانوي للبكالوريا، هدول كلهم شهادة عندي بسوريا. بقى يعني هلا لا ما رح متوسط حكون هيك، بس لا يعني انا ابدا ما حاطه في بالي، لاني انا بعرف حالي اني شاطره، بس قصدي ما بدي انقص ولا علامه، ولا خاف بكره، ولا اتردد بالاختبار. هذا هو الشيء اللي ما بحبه، لاني انا بتردد والوقت بعد شوي قصير، بس ان شاء الله اقدر اخلص اول وحده فورا، اعطي الورقه اللي قبلها ويكون كل شيء صح وما عندي ولا غلطه. وكايز انا كثير كثير متحمسه لبكره، لاني بدي فورا يجي بكره وارجع على البيت واخلص من هالاختبار، مع انه هو سهل، بس انا بالنسبه لي شوي عم لاقي صعوبه، لانه كثير عم طول الدراسه، وبيعطونا واجبات كثير 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 بالمعنى. يلا ولسه بكره بدي ارجع ادرس للفقه. اوكي كايز تخيلوا، يعني وبكره بدي ارجع ادرس للفقه، وبعده بدي ارجع ادرس للتجويد، يعني كل يوم لازم ارجع، ما معنا ولا يوم نذاكر، يعني معانا اوكي، بس بدي فورا ثاني يوم الاختبار، ما معانا كذا يوم انه بس معي خميس وجمعة وسبت لادرس للاحد. انا هيك قصدي، بحب يكون ادرس من قبل بكم يوم عشان تضل بعقلي، يعني انا هلا كل اختبارات مسويتها للمذاكرة كله اخذ فيه
15 من 15. إذا بتكون هلا فرجيكم الكتب اللي كله 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 أخذت فيه علامة كاملة، إنجليش، العربي، المواد الحديث والفقه والتجويد كله أخذت فيه 15. أو بس الاجتماعيين عندي غلطة فيه، والعلوم كله صح، وإن شاء الله هلا بهذا الاختبارات الكتير ضرورية باخد علامة كاملة ولا غلطة، فورا بسلم الورقة وما يكون عندي سلوك ولا شيء. الله يوفق جميعا، يوفق أهلي ويوفقكم ويوفق كل العالم. حاسة حالي عم بحكي مثل بس أوكي. أوكي جايز، هلا أكيد ممكن ما عم تشوفوا معي الفيديوهات، أنا ما عدتكم أنا بتساوي فيديو لحالة، بس أنا هلا بدي مرحلة أصور فيديوهات بقى، إن شاء الله يكون صوتي عالي. وهن نايمة، بس أنا بعرف بعد شوي بتفيق، كتير نومة غريب صاير إنه بتنام هالوقت تفيق بعد شوي وقت النوم بتفيق. أوكي جايز، اشتركوا بالقناة، حطوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا بالقناة وكبسوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله، وإن شاء الله حأرجع أنزل كتير فيديوهات حلوة، بس ما رح أوعدكم إمتى. بعرف إنه هذا الفيديو شوي قصير، بس إنه مشان أحكي لكم وما تقولوا وين مالي غلطت وماني سكرت القناة، إنه أنا ما حسكرت، وإذا سكرتها عادي، هذا الشيء ضروري، بس إنه يعني بجد عم ضل طول الفترة علي، ضل شهور ما أعمل القناة، لأنه أصلا القناة ما رح تكون أهم من دراستي، دراستي هي رح تنجحني مو القناة. أوكي جايز، باي، بحبكم يا فراولاتي يا أمراتي يا نجماتي، باي.